اهلا بكم في قناة تويتا. تعالوا نعرف حكاية كذبة ستيفان روستي على سعد زغلول بسبب علبة سردين. ملامحه محفورة داخل ذاكرة المشاهدين، شربه القصير وتعبيرات وجهه القوية وحركاته المميزة جعلت من الفنان الراحل ستيفان روستي نجم غير قابل للنسيان. تمكن من تجسيد أدوار الشر الممزوجة بالكوميديا، ووضع نفسه في مكانة كبيرة وسط عمالقة زمن الفن الجميل، حتى أطلق عليه الجمهور الشرير الظريف. وهو من أب نمساوي يعمل سفيراً للنمسا في القاهرة وأم إيطالية عاشت في مصر، ورغم من ذلك ظهر في طباعه خفة ظل المصريين الذي انخلط بداخل مجتمعهم، حتى أصبح الجميع لا يفرق بين وبين المصريين الأصليين، حتى أخذوا عنه جملة لا تزال متداولة حتى يومنا هذا: نشنت يا فالح؟ وفي إحدى اللقاءات النادرة كان ستيفان أحد ضيوف برنامج كرسي الاعتراف، والذي يعترف من خلاله النجوم بأسرار في حياتهم أمام الجميع، وهو من إعداد وتقديم مراك كامل. وحكى ستيفان أحد المواقف الكوميدية التي نفذها في سن المراهقة قائلا: الحادث من عهد التلمذة بمدارس راس التين. قال: كنت عقبت بعقوبة أكل العيش حيف، فعملت حسابي أني هجوع في باقي الحصص، فرحت جبت علبة سردين كلتها وحطيت العلبة الفاضية تحت التخت. وصادف يومها زيارة رسمية من سعد باشا زغلول وزير المعارف في ذلك الوقت، والمستر دنلوجا المفتش بتاع المعارف، وفضلوا يقربوا لغاية ما جم عندي، وأنا كنت قاعد في آخر الفصل، وسألني المفتش بالإنجليزية ما هذا؟ قلت له سردين، وسألني لماذا أكلته؟ قلت له كنت جعان وعايز أكل. وتابع ستيفان مازحا: هنا ارتكبت الجريمة، أنا أكلت في حصة الرسم بتاعت الراجل الطيب الأستاذ عبد الهادي، لكن أنا كان بيني وبين مدرس الإنجليزي مصانع الحداد، فقلت له كلت السردين في حصة الإنجليزي، وبعدها جرى توبيخ المدرس ونقل إلى الصعيد. وقال ستيفان: وأنا آسف حتى اليوم للجريمة بتاعتي، وإن كان سمعني سامحني. تعالوا بقى نسمع القصة كاملة من ستيفان روستي نفسه. كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف برنامج يعده ويقدمه لكم مراد كامل. ولقاء مايكروفون كرسي الاعتراف اليوم مع الفنان ستيفان روستي. في الواقع اول ما التقينا بيه طلب مننا مهلة 5 دقايق عشان يستجمع فيها ذكرياته. ادينا له المهلة وبعدين ادلى لنا بالاعتراف ده. الحادث من عهد التلمذة مدرسة رستين، كنت عاقبت بعقوبة عيش حاف، فعملت حسابي اني حجوع بقية الحصص، فبعت الفراش يجيب لي علبة سردين كلتها وحطيت العلبة الفاضية تحت التختة. تصادف يوميها زيارة رسمية من سعد باشا زغلول وزير المعارف في ذلك الوقت، والمستر دلو بالمفتش بتاع المعارف، وفضل يقرب يقرب يقرب، أنا كنت واخد آخر تختة لغاية ما جه عندي ووطى وطلع علبة السردين. قال لي: هوافز ده؟ قلت له: بوكس اوف ساردين. قال لي: واي؟ قلت له: اي واز هانجري اند اي سنت تو ايت ات. قال لي: امتى اكلتها؟ وهنا بقى ارتكبت الجريمه بتاعتي. انا اكلتها في حصه الرسم بتاع الراجل الطيب الاستاذ عبد الهادي بتاع الرسم، لكن انا كان بيني وبين مدرس الانجليزي ما فعل الحداد، فقلت له في حصة الانجليزي اكلت السردين ده بس. وبخ المدرس ونقل الى الصعيد، وانا اسف حتى اليوم للجريمة بتاعتي، وان كان سمعني يسمحني. ادي الحكاية. لو لسه بتشاهد الفيديو اضغط لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.